أهلا بكم. في اختبار اختيار من متعدد، المسألة الأولى لها 4 اختيارات، المسألة الثانية لها 3 اختيارات، بحيث تكون كل مسألة لها فقط إجابة واحدة صحيحة. ما هو احتمال تخمين الإجابة الصحيحة عشوائيا في كلا المسألتين؟ الآن احتمال الحصول على إجابة صحيحة في كل مسألة، هذه حوادث مستقلة، لذا لنكتب هذا: احتمال الإجابة الصحيحة في المسألة الأولى P لي correct on number 1 هو مستقل، أو دعوني أكتب بهذه الطريقة: احتمال الإجابة الصحيحة في المسألة الأولى زائد احتمال الإجابة الصحيحة في المسألة الثانية P لي correct on number 2 مستقلين are independent، وهذا يعني أن النتائج للحدث الأول في تخمين المسألة الأولى لا يؤثر على احتمال التخمين بشكل صحيح في المسألة الثانية. حوادث مستقلة independent events. إذن احتمال تخمين كل منهما، هذا يعني أن احتمال أن نحصل على إجابة صحيحة في التخمين في المسألتين الأولى والثانية P لي correct on number 1 and number 2 سوف يساوي الضرب من هذه الاحتمالات، وسوف نرى لماذا هذا، لكن سيكون الاحتمال للإجابة الصحيحة في المسألة الأولى P لي correct on number 1 ضرب احتمال الإجابة الصحيحة في المسألة الثانية ضرب P لي correct on number 2. الآن ما هو احتمال كل منهما؟ في المسألة الأولى لدينا 4 خيارات، لدينا 4 احتمالات ممكنة، وواحدة منها فقط صحيحة. كل مسألة لها فقط إجابة واحدة صحيحة، إذن احتمال الإجابة الصحيحة في المسألة الأولى هي 1/4، واحتمال الإجابة الصحيحة في المسألة الثانية لها 3 اختيارات، إذن لدينا 3 احتمالات ممكنة، ويوجد إجابة واحدة صحيحة، إذن واحدة منها فقط صحيحة، إذن احتمال الإجابة الصحيحة في المسألة الثانية هو 1/3، واحتمال الإجابة الصحيحة في المسألة الأولى هو 1/4، واحتمال القيام بحل كلا المسألتين سيكون ناتج ضربهما، إذن سيكون مساويا ل1/4 ضرب 1/3، ويساوي 1/12. الآن لتروا نظريا لماذا هذا مهم، دعوني أرسم مخطط بسيط هنا، ولقد قمنا بنفس الشيء عندما كنا نفكر بشأن إلقاء حجري نرد منفصلين. إذا لنفكر بشأن المسألة الأولى، المسألة الأولى لها 4 اختيارات، واحد منها فقط صحيح، إذن لها 4 اختيارات، إذن لها 1، لنكتب الاختيار الخاطئ 1، الاختيار الخاطئ 2، الاختيار الخاطئ 3، ثم لدينا الاختيار الصحيح هنا. إذن هذه 4 اختيارات ليس بالضرورة أن تكون بهذا الترتيب في الاختبار، لكن يمكننا كتابتها بهذا الترتيب. الآن المسألة الثانية لها 3 اختيارات، واحد منها فقط صحيح. إذن المسألة الثانية لها الاختيار الخاطئ 1، الاختيار الخاطئ 2، ثم الاختيار الصحيح. ليس بالضرورة أن تكون بهذا الترتيب، لكننا نعلم أن لها اختيارين خاطئين واختيار واحد صحيح. الآن ما هي النتائج المختلفة الممكنة؟ يمكننا أن نرسم شبكة هنا بهذا الشكل، كل هذه الاحتمالات الممكنة، لنرسم كل الاحتمالات، كل هذه الخلايا أو الصناديق في الشبكة هي احتمالات ممكنة، يمكنكم
التخمين، نحن نختار بشكل عشوائي إحدى هذه الأربعة، إذن يمكن أن نحصل على الاختيار الخاطئ واحد، الاختيار الخاطئ في المسألة الأولى، والاختيار الخاطئ في المسألة الثانية. هذا سيكون هذه الخلية هنا، ربما نحصل على هذا وربما نحصل على إجابة صحيحة في المسألة الأولى، لكن حصلنا على إجابة خاطئة في المسألة الثانية. إذن هذه ستمثل كل الاحتمالات الممكنة عند التخمين في كل مسألة، وأي من هذه النتائج تمثل الحصول على إجابة صحيحة في كلا المسألتين. حسناً، الحصول على إجابة صحيحة في كلا المسألتين، هذا فقط إجابة صحيحة في الأولى وإجابة صحيحة في الثانية، وهذا أحد النتائج الممكنة. كم الاحتمالات الممكنة هنا؟ لدينا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. إذن 12 من الاحتمالات الممكنة، هذه حوادث مستقلة يمكننا الضرب. ترون أنها 12 احتمال، لأنه لدينا 12 من الاحتمالات الممكنة، إذا لدينا 4 احتمالات ممكنة للمسألة الأولى، ضرب 3 احتمالات الممكنة للمسألة الثانية، وهذا يعطينا أيضا 12. إلى اللقاء.